هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام ينطلق شوطنا الخامس عشر في المجموع لهذا الصباح. هذا الشوط مخصصا لانطلاقة البكار. نذهب مع هذا الشوط ونتابع المركز الأول مشهورة سالم بن علي بن مران الظاهري على المركز الأول، بينما المركز الثاني القدوم من قبل الشاهنية سعيد بن سهيل بن هاشم العامري المركز الثالث. هناك تقدمت في هذه اللحظات العوبة خلفان بن راشد بن حضيري من المركز الرابع اللي هي سيادة سعيد بن محمد بن حسن بن ثيم العامري، وهنا تدخلت في هذه اللحظات روعة حمد بن عبد الله المنصوري، وكذلك التدخل من قبل أنهار حمد بن سهيل بن غمشي الشريفي. شوف الأسماء الأخرى، شوف الأسماء القادمة، ومن ثم نرجع إلى مشهورة سالم بن علي بن مران الظاهري على المركز الأول. تابع المركز الأول مشهورة على مقدمة الشوط سالم بن علي بن مران الظاهري، المركز الثاني مطيلة محمد بن أحمد بن كيلة العامري، المركز الثالث التقدم في هذه اللحظات شاهنية سعيد بن سهيل بن هاشل العامري على المركز الثالث، المركز الرابع القدوم في هذه اللحظات من قبل متصغان حمود بن سيف بن محمد المهيري على المركز الرابع، المركز الخامس أجو القدوم من روعة حمد بن عبد الله بن حمد المنصوري الذي قدم روعة في هذا الانطلاق. شوف الأسماء الأخرى، شوف التحديات القادمة في هذه اللحظات الجميلة والمتميزة. ولكن نرجع إلى البداية إلى صدارة الشوط. على المركز الأول مشهورة سالم بن علي بن سعيد بن مران الظاهري مع المركز الأول وبداية الانطلاق في هذه اللحظات الجميلة والمتميزة. يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الأداء وعلى هذا العرض في هذه اللحظات مع هذا الشوط المتميز، الشوط الذي يحمل الإثارة يحمل الانطلاق. على المركز الأول مشهورة سالم بن علي بن سعيد بن مران
الظاهري على مقدمة الشوط في هذه اللحظات. إذا نتابع هذا الانطلاق والتواصل المثير مع المركز الأول، مع البداية والصدارة في هذه اللحظات هنا على مقدمة الشوط. والمركز الأول، المركز الثاني مطيلة محمد بن أحمد بن كيلة العامري، والثالث بدون من الشاهنية سعيد بن سهيل بن هاشل العامري. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير الذي يحمل الإثارة، ما شاء الله وتبارك الله على هذا العرض والأداء الجميل في هذه اللحظات. الشوط إلى أين سيذهب في هذه اللحظات المتميزة؟ نتابع هذا العرض، نتابع هذا الانطلاق، نتابع هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الله على هذا العرض، غير على المركز الأول، غيرت مطيلة محمد بن أحمد بن كيلة العامري، يقدم مطيلة، يقدم انطلاقة مطيلة على المركز الأول في هذه اللحظات. المركز الثاني مشهورة سالم بن علي بن مران الظاهري على المركز الثاني في هذه اللحظات المتميزة في هذا العرض الجميل. شوف الأسماء الأخرى هناك والتحديات في هذا الانطلاق، ولكن مشهورة سالم بن علي هنا على المركز الأول مطيلة، مطيلة مطيلة محمد بن أحمد بن كيلة، مشهورة على المركز الثاني سالم بن علي بن مران الظاهري. نتابع هذه اللحظات، شوف الثالث ما شاء الله روعة روعة، حمد بن عبد الله بن حمد المنصوري، روعة ومطيلة، روعة ومطيلة. اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة، نتابع هذا الأداء، ولكن روعة 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 تنتزع المركز الأول حمد بن عبد الله المنصوري، المركز الثاني مطيلة محمد بن حمد الكيلة، الثالث مشهورة سالم بن علي بن مران، الرابع يذهب إلى الشاهنية سعيد بن سهيل بن هاشم العامري، الخامس رقم 20 اللي هي الخامس كان من نصيب مرغم مبارك براج بن حبال، والسادس مغنى عسالم مطار بن حاذر الكتبي. تو 6 دقائق 22 ثانية.